دكتور دريد الشاروط من العراق. أنا عضو في هيئة التحضير إلى الملتقى. طبعا أنا بصفتي المنسق الدولي للمعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات في ماليزيا الذي يشرف عليه الدكتور أشرف زيدان رئيس هذا المؤتمر. انتدبنا للحضور والمشاركة والتحضير لهذا المؤتمر كونه مؤتمر جاء هذا العام بشكل كبير ومتوسع بالشكل الذي ضم مختلف التخصصات ومختلف الشرائح من أكاديميين ومن طلبة ومن باحثين وعلماء، إضافة إلى الحاضرين الذين ألهموا هذا الملتقى نوعا من الجمالية وأعطوه دفعا كبيرا ساهم أو أسهم في نجاح هذا المؤتمر وظهوره بالشكل اللائق الذي يليق بسمعة المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات، بالإضافة إلى القائمين على منصة ريدو الذين أسهموا إسهاما فعالا في إثراء هذا الملتقى بالندوات وورشات العمل. بصفتكم من اللجنة التنظيمية للمؤتمر، ما هي كيف رأيتم انطباعاتكم عن الحضور والباحثين؟ والله هذا العام سجل حضورا كبيرا، يعني هذه النسخة كانت النسخة الثانية للموسم العلمي وسجل حضورا رائعا من خلال ما شهدناه من تفاعل كبير للأكاديميين والحضور المبكر قبل يومين وقبل يوم أمس وهذا اليوم أيضا لا يزال التسجيل مستمرا والحضور مستمرا والقاعات تشهد انطلاق الفعاليات والجلسات تسير بشكل انسيابي وشكل جميل والنقاشات على أوجها والحمد لله، يعني هذا شيء يبعث على الفرح والسرور ويبعث على الأمل أن نقيم الملتقى بشكل أكثر فاعلية في الأعوام القادمة إن شاء الله. حضرتكم كيف وجدتم إقبال الباحثين على هذا المؤتمر؟ أعتقد أتى الباحثين من كل دول عربية. والله الباحثين يعني شيء يسر الناظرين أنك في هذا الملتقى تجمع كثير من أقطاب العلم وتجمع كثير من الدول العربية في بوتقة واحدة وفي مكان واحد. شاهدنا كثيرا من أبناء الوطن العربي يتحلقون حول هذا المؤتمر والعلاقات على أوجها تتطبع بينهم ومشهد جميل جدا، يعني نفتقر إليه في كثير من الملتقيات، أنك عندما تجمع هذه الوجوه وهذه الجنسيات وهذه المشارب المختلفة تجمعها كلها في مكان واحد وبهذا التآلف، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير نعده بالنسبة إلى الملتقى. رأينا أن إقبال الباحثين إقبالا كبيرا جدا ليس فقط من الوطن العربي إنما من الدول الإسلامية أيضا. هناك كثير من الحضور أيضا من الدولة المستضيفة التي هي الجمهورية التركية، كان حضور كبير وكانت الفعاليات يعني تزخر بهذه الألوان المتعددة التي أعطت للملتقى نوعا من المكانة الكبيرة في النفوس الجميع. كيف تقيمون دور تركيا في خدمة الموسم هذا العام هنا حيث أقيم في إسطنبول وهنا في مبنى بلدية إسكودار وبالشراكة مع بعض الجامعات التركية؟ من خلال ما شهدناه يوم أمس من حضور كبير للمسؤولين ورؤساء الجامعات والرئيس أو قائم مقام بلدية إسكودار، كانوا متفاعلين جدا مع هذا الملتقى وقدموا خدمات جميلة وتسهيلات لإقامة هذا الملتقى
استمراريته بالشكل الانسيابي، إضافة إلى الكلمات الترحيبية التي استمعنا لها يوم أمس والتي تفتح كل الأبواب وتفتح كل الصدور لاستقبال مثل هكذا تظاهرات علمية رائعة، فهذا شيء جيد يعني، ونطمح إلى المزيد من هذه العلاقات الطيبة بين الدول العربية وبين المؤسسات العلمية وبين نظائرها في الجمهورية التركية. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.